بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب سنن الترمذي توقفنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله: باب لا نكاح إلا ببينة، لا نكاح إلا ببينة. والمقصود بالبينة يعني الشهود، يعني لا نكاح إلا بشهود، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذن الولي شرط في صحة النكاح، وشهادة الشهود أيضا شرط في صحة النكاح. فقوله لا نكاح إلا ببينة روى فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا، يقول: الصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا، وفي الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لا نكاح إلا بشهود، يعني يشهدون على هذا العقد. لم يختلفوا في ذلك عندنا، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، يعني هما الشاهدان لا بد منهما في النكاح، يعني لصحة النكاح. لكن اختلفوا في لو أشهد واحد بعد واحد، يعني واحد شهد ومضى ثم جاء بعده واحد فشهد ولم يشهد معا، يعني الاثنين لم يشهد معا. فقال يعني أهل الكوفة أن هذا لا يجوز، وأهل المدينة يقولون هذا يصح إذا أعلنوا بالنكاح، يعني كان الناس أشهروا به واشتهر بين الناس يعني هذا النكاح، فإنه يجوز هذا أن يكون واحد بعد واحد. ويقول: وهو قول مالك بن أنس، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكي عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وشهادة المرأة إنما تكون في الأموال، إنما تكون في الأموال. فالصحيح أنه لا بد من شاهدي عدل في النكاح، لا بد من شاهدي عدل في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واختلف العلماء في الزيادة في الحديث، وهي وشاهدي عدل، بعضهم يصححها أو يحسنها، بعضهم يضعفها، وهي ثابتة يعني في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعلى ذلك لا بد من شهادة الشهود، لا بد من شهادة الشهود.
وبعض أهل العلم يقول إذا لم يكن شهود وأعلنوا بالنكاح فهذا يصح. فالأحوط أن يكون هناك يعني شاهد عدل. وأما إذا انتشر واشتهر وحضروا العقد وعلموا أن فلان تزوج فلان يكون مثابة الشهود، لكن الأفضل أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فعلى ذلك يشترط في النكاح، يشترط في النكاح شروط، منها أولا إذن الولي كما ذكرنا، لا نكاح إلا بولي، وشهادة الشهود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاهدي عدل. هناك شروط أخرى أيضا في النكاح لا يصح إلا بها، وهي رضا الزوجين. رضا الزوجين، لا يجوز إكراه أحد الزوجين على الزواج من الآخر إلا المجبرة وهي الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، فيجوز لوليها إذا كان الأب أو الجد فقط أن يجبرها على النكاح إذا كانت صغيرة دون سن البلوغ، فيجوز لوليها، والولي هنا المقصود به الأب أو الجد، أما غيرهما فلا يجبرها. أما غيرهما غير الأب والجد فلا يجبر الصغيرة على النكاح. أما ما سوى ذلك فإنه لا بد من رضا الزوجين، لا بد أن يكون هناك تراض بين الزوجين، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة المقصود بها العقود، المقصود بها العقود، أن العقد لا بد فيه من التراضي، لا بد فيه من التراضي بين الزوجين. الشرط الرابع خلو الموانع، خلو الموانع، ألا يكون هناك مانع من النكاح لحرمة ثبتت بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فإذا كانت هناك حرمة فإنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يتزوجها. أيضا خلو المرأة من الزوج، يعني لا تكون متزوجة المرأة أو في عدة رجل، أو في عدة رجل، هذا من الموانع. كانت المرأة متزوجة أو كانت في عدة رجل، سواء كان مات عنها زوجها أو كان زوجها قد طلقها طلاقا رجعيا، فإنه لا يجوز له أن يتقدمها، ولا يجوز له أن يخطبها في العدة، ولا يجوز له أن يخطبها في العدة. أيضا الجمع بين الأختين، أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإن هذا من الموانع التي تمنع من الزواج. فلا بد أيضا من خلو الموانع، لابد يبقى الشهادة إذن الولي وشهادة الشهود ورضا الزوجين والخلو من الإيه، والخلو من الموانع. هذه شروط لا بد من توفرها في العقد. وأما الركني العقد فهما الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. والإيجاب أن يقول: زوجتك موليتي، فإذا كانت ابنته قال: زوجتك ابنتي، ويقول الآخر: قبلت. وينبغي أن يكون هناك توافق بين بين الإيجاب والقبول، لابد أن يكون هناك توافق بين الإيجاب والقبول. ولا بد من تعيين الزوجين، ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد، في مجلس العقد. يعني أن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول: قبلت منك زواج ابنتك فلانة. هي لو قال غيرها، لو قال: زوجتك ابنتي أسماء مثلا، فقال: قبلت منك زواج ابنتك هند، لم يصح الزواج لعدم الموافقة بين الإيجاب والقبول. لابد أن يكون هناك توافق بين الإيجاب وبين القبول. لو قال له: زوجتك ابنتي، فجاء في اليوم الثاني قال: قبلت، لا يصح، لابد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد، لابد أن يكون في مجلس العقد الإيجاب والقبول. فهذا لابد من التوافق بين الإيجاب والقبول، ولابد أن يكون في مجلس العقد. ولابد من تعيين الزوجين، يعني إذا كان الرجل له أكثر من ابنة لا يقول: زوجتك ابنتي، لا يصح الزواج، لا يصح الزواج، بل لابد أن يعينها باسمها أو بصفة مميزة لها.
كان يكون عنده ابنتين فيقول زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى، وإذا كانت ثلاثة فقال الوسطى زوجتك ابنتي، صح ذلك لأنها تعينت. أما عنده ثلاث بنات فيقول زوجتك ابنتي أي ابنة، لا يصح، لا بد من تعيينه، ولا بد من تعيين الزوج أيضا، ولا بد من تعيين الزوج أيضا. هذا أيضا من يعني من شروط صحة الايه، من شروط صحة الإجاب والقبول. يبقى توافق بين الإجاب والقبول أن يكون في مجلس العقد، أن يكون هناك تعيين للزوج والايه والزوجة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب خطبة النكاح. باب خطبة النكاح، الخطبة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في النكاح، إذا أتى إلى عقد النكاح يخطب خطبة يحمد فيها الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويذكر الآيات التي فيها الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتي تعرف بخطبة الحاجة، وتعرف بخطبة الحاجة. فكان يخطبها بين يدي العقد، يعني قبل العقد يخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة. فعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التشهد، صيغة التشهد في الصلاة. وأما ما يأتي بعدها وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشهد واجبة في الصلاة، والتشهد واجبة في الصلاة اللي هي التشهد الأوسط، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا في التشهد الأوسط. أما التشهد في آخر الصلاة فهو ركن من أركانها، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالتشهد يعني الأخير أو الثاني. أما الأول فهو واجب، وهو واجب له بدل، إذا نسي هذا الواجب أتى بالبدل، وهو ركعتي السهو، سجدتي السهو، فيسجد سجدتي السهو. أما الأخير لا بد منه، اللي هو التشهد الآخر لا بد منه، إذا نسيه لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. وإذا سلم من غير أن يتشهد التشهد الثاني عليه أن يعود للصلاة، يعود إلى الصلاة فيتشهد، ثم بعد ذلك يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، لأنه ما كان من الزيادة يعني في الصلاة يسجد بعد السلام، وما كان من النقص يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. فقد يقول القائل هو عنده نقص لأنه لم يتشهد، فعنده نقص يسجد قبل السلام، لا عنده زيادة لأنه خرج من الصلاة. فإذا سلم فيكون أتى بزيادة في الصلاة، فيعود إلى الصلاة مرة ثانية ثم يتشهد، ثم بعد ذلك يسلم، ثم يسجد للسهو. وهذا في كل ما كان فيه زيادة في الصلاة يسجد بعد السلام، وما كان فيه من نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. وأما في الشك، إذا شك في الصلاة فيسجد قبل الإيه؟ قبل السلام. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. وكانوا يقولون السلام على الله، كانوا قبل ذلك يقولون السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، قولوا التحيات لله، التحيات لله.
يعني كل تحية، كل تحية لله سبحانه وتعالى، كل تحية لله سبحانه وتعالى، يعني نحيي الله سبحانه وتعالى. والتحية هي مثل ما يلقيه بعضنا، يعني تحية بعضنا السلام، تحيتنا يعني وتحية أهل الجنة سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية أهل الإيمان السلام، إذا لقي الإنسان أخاه قال السلام عليكم. أما تحيتنا لله فلا نقول السلام على الله، وإنما نقول التحيات لله، التحيات لله. والصلوات والطيبات، والصلوات يعني الصلوات التي نصليها. الصلاة لا، معناها اللغوي أحيانا يكون مقصود، اللغوي يكون مقصود. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. فيقول يعني في حديث مثلا، حديث آخر ساعة في الجمعة، إن في الجمعة ساعة، يعني ما من عبد يعني يكون فيها قائم يصلي، هذا وقت كراهة ليس فيه صلاة، ليس فيه صلاة، قائم يصلي يعني قائم يدعو، قائم يدعو. فالصلاة في اللغة الدعاء، وقد يقصد معناها أحيانا، يقصد معناها أحيانا يكون مقصود بها الدعاء. والصلاة التي نعرفها اللي الصلاة الشرعية هي عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وفيها من الأركان والشروط والواجبات ما هو معروف. والطيبات يعني كل طيب لله، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى الخبائث، لا يقبل الخبيث، يعني لا يصح إنسان أن يسرق ثم يتصدق، يعني يتقرب إلى الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا، لا يقبل هذا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فينبغي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطيب، بكل شيء طيب. إنسان يتعامل بالربا يقول أنا أخذ الفوائد الربوية أنفقها على الفقراء، أخذ الفوائد الربوية أنفقها، هذا ينفق غير الطيب، لا يقبل الله سبحانه وتعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام هو الأمن والسكينة والطمأنينة، الأمن والسكينة والطمأنينة، وهذا دعاء بذلك، السلام هو دعاء بذلك. عليك أيها النبي يعني مقصود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. الرحمة معروفة، الرحمة معروفة، والبركات هي اليمن والزيادة، البركات هي اليمن والزيادة، يعني دعاء بالبركة، أن ينمو عمل الإنسان، أن ينمو رزقه، أن يبارك الله سبحانه وتعالى في عمره، أن يبارك في ولده، أن يبارك في وقته، أن يبارك في ماله، وهذا يجعل القليل كثيرا، يجعل القليل كثيرا، إذا جاءت البركة فإنها تنمي الشيء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هذه فيها تحية لله، التشهد فيها تحية لله، وفيها تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تحية لأنفسنا، يعني لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، الإنسان إذا المقصود فسلموا على أنفسكم تحية من الله، تحية فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم، يعني على إخوانكم. فجعل الله سبحانه وتعالى أخاك بمنزلة نفسك، أخاك بمنزلة نفسك، حتى يعني تتألم لألمه وتفرح لفرحه وتقوم بحقه. فقال فسلموا على أنفسكم، والمقصود بها المستفاد سلموا على إيه؟ على إخوانكم. فجعل أخاك نفسك،
أخاك نفسك حتى تعظم قدره وتعرف حقه وتتألم لألمه وتفرح لفرحه وأن تكون في حاجته. السلام علينا، سلم على نفسه وعلى إخوانه وعلى عباد الله الصالحين تحية خاصة. يبقى في تحية عامة وتحية خاصة. التحية العامة السلام علينا جميعا معاشر المؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عباد الله الصالحين خاصة نسلم عليهم تحية خاصة لعباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله يعني كأني أرى ذلك رؤيا العين، أشهد عليه. أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وما عبد من دون الله عبد بالباطل، فكل ما عبد من دون الله يعبد بالباطل، سواء كان ذلك من الأشجار والأحجار والشموس والأقمار وما كان من الآلهة التي عبدت عبر الزمان، فكلها عبدت بالباطل. لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يدخل عبد الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني بعض الناس يظن أنه بمجرد أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله يكون مسلما. لابد أن يشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك لا يكتفى من اليهود والنصارى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا يكتفى منهم في دخول الإسلام أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، بل لابد أن يشهدوا أن محمد رسول الله حتى يدخلوا الإسلام. وأما غيرهم من القديانيين والبهائيين فإنه لا يكتفى منهم حتى أن يشهدوا أن محمد رسول الله، بل لابد أن يشهدوا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن دعوى النبوة بعده ضلال وغي وهوى وكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. فيقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده هنا قطعا لمادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعلم أن محمدا عبد ليس بإله يعبد لا تصرف له العبادة، وإنما العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبد مثلنا، غير أن الله اختصه بالرسالة وكرمه سبحانه وتعالى واصطفاه واجتباه وجعله خير خلقه عليه الصلاة والسلام. فالفرق بينه وبيننا أنه أوحي إليه وأننا لا يوحى إلينا. طبعا في المنزلة هناك بون شاسع، النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الخلقة هو عبد خلقه الله سبحانه وتعالى مثلنا، كما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم خلق من تراب مثلنا، يعني مثل ما خلقنا الله سبحانه وتعالى، بداية الخلق من تراب، ثم بعد ذلك كانت من نطفة. وهذا لقطع مادة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نصرف له ما يصرف لله سبحانه وتعالى، ولا نعتقد فيه ما نعتقده في الله. فلا نعتقد أن محمدا على كل شيء قدير، أو أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أو أنه يعلم الغيب، أو غير ذلك من الأشياء. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملك لغيره
عليه الصلاة والسلام فضلا أن يملكه لغيره. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فإذا جاء من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تحق إلا لله كان هذا غاليا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما وصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال وأن محمدا عبده ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما نحن لا يوحى إلينا، أما نحن فلا يوحى إلينا. هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا، إنما من ناحية البشرية النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا، ويعتريه ما يعتري الناس من المرض والألم والتعب والحزن والفرح، ما يعتري الناس يعتريه، ما يعتري الناس يعتريه، الشعور بالجوع والعطش وغير ذلك مثل ما الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعمل ويتكسب وغير ذلك، هذا مثلنا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلنا، غير أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، يعني لا شريك له، لا يشارك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى ليس معه شريك، وليس له ظهير، وليس له معين، وليس له مشير سبحانه وتعالى. إنما إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. فالنبي ربنا سبحانه وتعالى الأمر بيده سبحانه وتعالى، لا يشير على أحد ولا يشاور أحد، وليس هناك أحد يعينه ولا شيء من هذا، وليس له ليس معه شريك سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يبقى عبده لقطع مادة الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول رب العالمين، هذا لإعطائه حقه من التوقير والتبجيل والاحترام والمحبة له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كونه رسول الله أوجب علينا واجبات، أوجب علينا واجبات، أولها الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه رسول رب العالمين، أنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وإلى الناس جميعا، إلى الناس جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لا بد أن نؤمن بأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وأن نصدقه في كل ما جاء به، لأنه رسول الله إلينا فلا بد أن يكون صادقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يختار رسول يبعث إلينا لا يختار كاذبا، لا يختار كاذبا، وإنما لا بد أن يختار صادقا. والذي يطعن فيه يطعن في الله، لأن الله هو الذي اصطفاه واجتباه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من الذي اصطفى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى واجتبى، هو الذي اختار ربنا سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنه هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، هذا يطعن في الله، لأن الله هو الذي اختاره وهو الذي اصطفاه واجتبى. فلا بد أن نصدقه في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا نرد عليه شيئا من قوله. النهاردة بنسمع الناس يقول لك لا أصل الكلام ده مش موافق مع العقل، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل دماغه، مش متوافق مع عقله، هذا العقل المريض، هذا العقل الغير سوي، هذا العقل الغير ناضج، الآن يريد أن يتحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تؤمن أنه رسول رب العالمين فلا بد أن تصدقه في كل ما جاء به. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهواه، لا يتكلم عند نفسه، وإنما كما يقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ينطق به بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نصدقه في كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقدم حديثه على كل شيء،
على قول كل قائل، على قول كل قائل، وأن نقدمه على عقولنا وعلى العاطفة والذوق والوجدان وغير ذلك، أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، لا نفرق أيضا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بعضه ونترك بعضه. يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الناس يأخذون بعض أحاديث ويتركون بعض الأحاديث، ويتركون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعملوا نوع من التوافق مع هذه النفس الأمارة بالسوء التي تميل إلى الرذائل والمعاصي وغيرها، والعياذ بالله، فينغمس في المعصية. فكونه رسول رب العالمين، أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، أن نصدقه في كل ما جاء به، وأن نقبل كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نرضى بحكمه ونسلم تسليما. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله. الزبير هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الماء كان في أرض الزبير، الماء جاء إلى أرض الزبير وأرض هذا الرجل بعده، فالرجل يريد أن الزبير يطلق الماء حتى يصل إلى أرض الرجل دون أن يروي الزبير، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الزبير فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أطلق الماء إلى جارك، ثم أطلق الماء إلى جارك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إن كان ابن عمتك، يعني عشان ابن عمتك تقول اسقي يا زبير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجذور ثم أطلق الماء. الأول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفق لأجل هذا الرجل، فقال إنه يا زبير اروي الماء، اروي الزرع كده خليه ينتعش شوية واطلق الماء للإيه؟ لجارك هذا الغاضب يعني. فلما هذا الرجل قال: أو إن كان ابن عمتك، أعطاه حقه كاملا، فقال: اروي يا زبير وأمسك الماء حتى يصل إلى الجذور اللي هو ده حقه ثم أطلق الماء. فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، ويسلموا تسليم. فالإنسان لابد أن يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيضا كونه رسول الله، إذا تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، أن نطيعه فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه رسول الله إذا تجب طاعته، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن تجب طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، يعني وعدم الزيادة على ما جاء به، عدم الزيادة على ما جاء به، بل اتباعه على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدمها على كل محبة. ينبغي أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لآبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا وديارنا وتجارتنا، وأعظم من محبتنا لأنفسنا، أعظم من محبتنا لأنفسنا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكتمل الإيمان
حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر. فقال الآن عمر. لابد أن يكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء. والناس يظنون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء. كل واحد تسأله النهاردة تحب رسول الله؟ طبعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة، مجرد دعوة أو زعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن هذا مجرد زعم، إن السلوك قد يخالف الأقوال. أنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالفه في كل صغير وكبير، كيف تكون تحبه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين أن دليل محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين نجد أنهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، هو يعني كل ما يظهرون به محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام الذي لم يحتفل به هو ولا أحد من أصحابه. وماذا يحتفلون؟ يأكلون الحلوى واللحم والطير وكذا، احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هم يخالفونه في كل شيء ويقدمون عفن الباطل على ما جاء به من طهر الحق، يقدمون عفن الباطل الذي هم عليه على طهر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على عدم محبتهم أو نقصها، أو نقص محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من كونه رسول الله أنه يجب توقيره صلى الله عليه وسلم، ألا نتعامل معه كما يتعامل أحدنا مع الآخر، كما يتعامل أحدنا مع الآخر، وإنما لا بد من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله. لا يكون دعاؤنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا بعضا، إن نقول محمد، لا بد أن نقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نبي الله، أو صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل له منزلة حيث أنه لم يناده ربنا سبحانه وتعالى باسمه في القرآن، وتجدون في القرآن يا هود، يا صالح، يا نوح، ولا تجدون يا محمد، لا تجدون أبدا في القرآن يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها النبي، لا تجدون أبدا. حتى عند ذكر اسمه لابد أن يذكر معه لقبه عليه الصلاة والسلام: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تجد أن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يذكر معه رسول الله، وإذا ناداه الله عز وجل يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فخطاب ربنا سبحانه وتعالى يدلنا على أننا ينبغي ألا نناديه إلا بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام، من توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من خفض صوتنا عنده عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمله بعد موته من خفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز رفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السلف رضي الله عنهم
كان لهم شأن مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مالك رحمه الله إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على أكمل هيئة. قالوا كان الناس يأتون إلى مالك فتخرج إليهم الجارية فتقول: تريدون الفتوى أم الحديث؟ تريدون يعني تأخذ عنه فتوى أم حديث؟ فإذا قالوا الفتوى خرج إليهم فأفتاه، وإذا قالوا الحديث دخل إلى مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ووضع عليه عمامته وساجه وجلس على الكرسي في المسجد يحدث، يبخر بالعود يعني بعطر العود، يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يحدث إلا على هذه الهيئة توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر مالك على مجلس أبي حازم، وكان شيخه، كان شيخ مالك، فلم يجلس فعابوا عليه، يعني عابوا على مالك، فقال: لم أجد مكانا أجلس فيه، وما كان لي أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف. لأن هذا فيه شيء صورة المتعجل، الإنسان المستعجل واقف كده كأنه مستعجل، فبيقول ما يصلحش أن الإنسان يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الهيئة، وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله وكان مضطجعا، فسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجلس اعتدل، فقال له: إني يعني لا أريدك أن تتعنى، يعني لا أريدك أن تتعنى، يعني لا أريدك أن تتعب نفسك. وظن أنه بيقوم يقعد عشانه، هو يعني هو بيعتدل في الجلسة عشان الرجل اللي قد، فقال: لا أريدك أن تتعنى يعني تتعب نفسك. فقال: ما كان لمثلي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع. ما ينفعش واحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، هذا أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله إذا أراد أن يكتب حديثا في كتابه توضأ وصلى ركعتين ثم سجل الحديث في كتابه. وكان إبراهيم النخعي لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. كان إبراهيم النخعي لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن وضوء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله في الطريق فأوقفه رجل فسأله، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في مسألة كذا؟ فقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. فقال له: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا الحديث؟ انظر إلى تعامل الناس، يعني أتقول بهذا الحديث؟ فقال الشافعي رحمه الله: سبحان الله، أوجدتني خارج من كنيسة؟ أوجدتني أشد على وسطي زنارا، اللي هو الحبل اللي بيربطه الرهبان ده، فبيقول له: أنت شايفني أسيس؟ شايفني واحد طلع من كنيسة عشان تقول لي لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخذ به على العين والرأس، وكان الإمام الشافعي رحمه الله ناظر الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسألة بيع بيوت مكة، في مسألة بيع، هل يجوز بيع بيوت مكة أم لا؟ فقال الإمام الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فذكر حديثا. فقال له إسحاق: إن فلان وفلان يقولان كذا. فقال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون مكانك غلام صغير أفرك أذنه، أنت الذي يقولون عليك فقيه خراسان، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال فلان وقال فلان، يعني ما حاجتنا إلى قول فلان وفلان مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يناظر عروة بن الزبير، ابن الزبير بن العوام اللي هو ابن أسماء بنت أبي بكر، كان يناظره في مسألة المتعة في الحج، هل يجوز التمتع في الحج أم لا؟ فقال ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، أي أمر أتباعه بالمتعة. فقال عروة: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، يعني عن المتعة في الحج. فقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن يمطر الله عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال أبو بكر وقال عمر، يعني أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقول قال أبو بكر وقال عمر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يقبل ابن عباس أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا من السفه أن تجعل هناك خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من الناس، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، على كل قول، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني أنا لا قيمة له، إذا قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم قولي لا قيمة له، قولي لا قيمة له. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم على أي أحد أن يأخذ بقولنا إلا بعد أن يعرف من أين أتينا به، إلا بعد أن يعرف من أين أتينا به. وقال مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يؤخذ من أقوالها ويرد عليها إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه شيء عليه الصلاة والسلام، لا يرد عليه شيء. وقال ابن القيم: وكان الإمام أحمد إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان، كائنا من كان. هذا من الإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقدم قوله على كل قول. أيضا من الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على كل مؤمن أن يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وعترتي، وعترتي يعني آل بيتي. فهم ثقل كبير في هذه الأمة، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصالحين منهم، لأنه لا شرف يعني للإنسان إذا كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يعني لا يقال أن كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقدموا على غيرهم، إنما نقول الصالحين منهم نقدمهم على غيرهم، لأنه يجمعون بين الصلاح وبين شرف النسب، وبين شرف النسب. أما شرف النسب وحده لا يكفي، شرف النسب وحده لا يكفي. فالإنسان ينبغي أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، ومن ذلك يعني الثناء عليهم ومعرفة قدرهم ومحبتهم رضي الله عنهم أجمعين. وأعدل الناس في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عبادية، يعني يتعبدون لله سبحانه وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته. وإن من محبة رسول الله محبة أصحابه رضي الله عنهم وأزواجه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم الذين اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه، وهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينجب الزمان مثلهم، الزمان لم ينجب مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الله لهم بالإيمان ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين. والذي يرضى الله عز وجل عنه لا يسخط عليه أبدا، لا يسخط عليه أبدا. وأما الشيعة قاتلهم الله الذين يزعمون محبتهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فهؤلاء لا يحبون رسول الله ولا يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الصحابة رضي الله عنه، فهؤلاء أهل بدع. ويعني على يعني دين غير ما جاء، غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والتشهد في الحاجة، يعني علمنا التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة.
التشهد في الحاجة غير التشهد في الصلاة، فإن التشهد في الحاجة يسمى خطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات، لهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه كان يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى خطبة الحاجة، يقدمها بين يدي حاجته عليه الصلاة والسلام، خاصة في خطبة النكاح. إن الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه وأمرنا أن نثني عليه به، فقال الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه، وأمرنا أن نثني عليه به، فقال: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فأمرنا أن نحمده أو نثني عليه بهذا اللفظ. والألف واللام هنا للاستغراق في الحمد، الألف واللام للاستغراق تستغرق جميع المحامد، المحامد جميع المحامد، وفي جميع الزمان وجميع المكان، يعني كل شيء فيه ثناء فهو لله، فهذه تستغرق جميع أنواع المحامد، جميع أنواع الثناء على الله، وتستغرق أيضا جميع الزمان وجميع المكان. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض، يبقى له الحمد في كل المكان، كل المكان اللي هو ليه السماوات والأرض، وله الحمد في كل الزمان للأولى والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة. فالألف واللام هنا تستغرق جميع المحامد، جميع أنواع الثناء في جميع الزمان وجميع المكان، وجميع المكان. نستعينه أي نستعين بالله، نستعين بالله، نستعين بالله في كل وقت وآن، ولا نستغني عن الله عز وجل طرفة عين، ولا قيام لنا إلا بالله، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. الإنسان ليس له حول وليس له قوة، يعني لا يتحول من حال إلى حال، ولا عنده قوة ولا مقدرة لفعل شيء إلا بالله، إلا أقدره الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلذلك الإنسان ينبغي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل آن وعلى كل صغير وكبير، فإنه لا قدرة له على شيء إلا بما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فيستعين بالله سبحانه وتعالى. نستعينه ونستغفره، يعني نطلب منه الغفران، والغفران هو التغطية، الغفران هو التغطية، فالله سبحانه وتعالى يغطي الذنب ثم يمحوه، يغطي الذنب ثم يمحوه. وأصل الغفران من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس لحمايتها، ووضع على رأسه المغفر، يعني لحماية الرأس، تغطية الايه؟ تغطية الرأس. فيقول: ونستغفر، يعني نطلب منه الغفران، أن يستر علينا معاصينا، أن يستر علينا معاصينا، فثم يمحوها بعد ذلك، ثم يمحوها بعد ذلك. ونستغفره ونعوذ بالله، العوذ بالله اللجوء إليه والاحتماء به، العوذ بالله هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاحتماء بالله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فإن النفس لها شر، لها شر، وهي النفس الأمارة بالسوء، التي يعني تدعو صاحبها إلى الحياد عن الحق، إلى اتباع الباطل، إلى إتيان المعاصي، إلى الوقوع في الزلات والنزوات
وهذا كله من النفس الأمارة بالسوء، من النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه، من شر نفسه. وسيئات أعمالنا، أي نلجأ إليك ونحتمي بك من شر سيئات أعمالنا، من شر سيئات أعمالنا. فإن سيئات العمل تعود بالشر على الإنسان في الدنيا والآخرة، يعني المعاصي تعود بالشر على الإنسان في الدنيا والآخرة. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور سيئات أعمالنا، ومن شرور سيئات أعمالنا. فإن السيئة لها شر على الإنسان، فالمعصية كلها شر، المعصية كلها شر. هي شر على الفرد، شر على الأسرة، شر على المجتمع كله، حتى أنه يتضرر منها من لم يعملها. يعني لو أن العصاة الآن تمادوا في معصيتهم ينزل العذاب، إذا نزل العذاب لا يفرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر، العذاب يأخذ إيه؟ الكل. يعني يأتي فيضان، فيضان ده مش حينقى يقول ده يجي على جنبه ده أنا نهلكه. لو نزلت صاعقة من السماء تحرق الناس، مش هتفرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر. فلها شؤم على صاحبها وشؤم على مجتمعه، وشؤم على مجتمعه. عشان كده لابد من الصالحين أن يقوموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لأنهم لو تركوا هؤلاء فهؤلاء يخرقون السفينة التي نركبها جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني عملوا قرعة على السفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. الاستهام ده، القرعة دي أسفرت عن إيه؟ أسفرت عن إن بعض الناس هيكونوا فوق في السفينة من فوق وبعضهم يكونوا في السفينة من تحت. وكان الماء أعلى السفينة، ما اللي بيشربوه، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقه، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، لو عملنا خرم في السفينة كده نشرب منه الماء تخش علينا نشرب منه، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة هم بيخرقوا فيها، فلو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا نجوا، ونجوا جميعا، ولو تركوهم وفعلهم هلكوا، وهلكوا جميعا. السفينة لما تغرق مش هتاخد اللي خرقها بس، هتاخد كل الموجودين الموجودين فيها، تهلك جميع من في السفينة، تهلك جميع من في السفينة. فنحن نركب سفينة واحدة، عندما نحن نرى العصاة وهم يأتون بالمعاصي التي هي سبب الشرور وسبب البلاء نتركهم يفعلونها، ينزل العذاب لا يفرق بيننا وبينهم، العذاب يأخذ الناس جميعا ثم يبعثون على نياتهم، يعني العذاب يأخذهم جميعا ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله.